ميكرو تكوميك مع فريد، خرجنا الاحياء الشعبيه مدينه الدار البيضاء وسولنا الناس اش ظهر لكم في هذه الظاهره ديال الشعوذه اللي كتكثر في عاشوره. الا بغيتوا تعرفوا اشنو قالوا خليكم معنا بكل تواضع. بغيني نسولوك على هاد العيالات اللي كيسحروا الرجال واكثر، هي كتكثر الظاهره في هاد العاشوره. كي عليهم الله يكفل لهم اليدين. امين امين. بكل تواضع. يا ربي انا الله ياخذ فيهم الحق ان شاء الله. وهاد العيالات اللي كيديروا الشريويط الراجل هما كيقول لك باش يبغينا ويعطينا داك الشيء اللي باغين حنايا. اه تيكذبوا. اه تيكذبوا. اه الا بغاك بغاك من عند الله. يعني المحبه ديال الله. اه. بكل تواضع. بكل تواضع. شي ميساج ديال الله اللي كدير شي حاجه لراجلها ولا خوها ولا اختها ولا صاحبها ولا صاحبتها الله ياخذ فيها الحق. امين امين قولوا امين الدراري. الله ياخذ فيها الحق وهاد العواش. بكل تواضع. شي حاجه لراجلها ولا عائلتها ولا كتشتت عائله ولا شي حاجه الله ياخذ فيها الحق وهاد النهار. امين بكل تواضع. الله ياخذ فيها الحق وهاد النهار اللي كدير شي حاجه. خويا بغينا نسولوك على هاد الشعوذه اللي كتكثر في هاد عاشوره هادي. مرحبا على الراس والعين. اش بان لك في هاد الدائره؟ شنو هو السؤال اللي غتسالني على هاد الشعوذه نجاوبك عليه اخويا؟ يعني العيالات كيسحروا رجالتهم بزاف في هاد العواشر هادي. العين والسحر، العين حق والسحر حق. السحر مذكور في القران، كتاب الله، الكتاب اللي نزل من عند الله سبحانه وتعالى مذكور فيه السحر. هاد الشيء كاين ولكن اللي خصنا قال لك اجتنبوهم لعلكم تفليحون. هاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء اللي بغيت نقول لها شي وحده اللي بغات تروم راجلها حداها ولا بغات تروم صاحبها حداها ما خصهاش دير ليه بحال هكا. المحبه الا محبه الله سبحانه وتعالى. على بالك واحد القضيه، اي واحد غيسحر الاخ ديالو المسلم هذاك الشيء ما كيتعداش 40 يوم يقدر يرجع. وكيرجع عليه. يقدر يرجع عليه هو داك بكل تواضع. واش فهمتي؟ حيت كاين الله سبحانه وتعالى، حيت الله اللي خلق هذا الشيء. واش جرك في ذوك العيالات اللي كتقول لك ندير راجلي الشريويطه باش يبقى يبغيني غير انا وما يمشيش عند واحد اخرى؟ لو خا دير راجلك 1999 مليار شريويطه، هذاك الشيء ديال الله. الا تشوفي انت خصك انت تشدي راجلك في الدار تجلسي حداك تقابليه تشوفي اش خاصو تراري بيه بحال شي دري صغير تهضري معاه تعطي شويه الحنان. هنا فين كتكون المراه، هذا هو السحر الفري. هذه هي الشريويطه الحقيقيه. الحقيقيه، اما ديك الشريويطه اللي كيقولوا هذيك راه والو، هذيك الشيء افر عوا وخذها من عندي بلياقين اخويا. شي اقسم لك يمينا وربي فوق مني، شي تسحر وشي عيا وسالي وشي عيا ما عمرهم غيوصلوا شي حاجه. لحقاش ديك اللي خلق السحر خلق اللي كيبطل السحر. واش فهمت؟ بكل تواضع. كاين الله سبحانه وتعالى قبل من السحر، واخا هو اللي خالقه. نجيك بخلاصه القول. ميساج ليهم، ميساج للعيالات هادو اللي كيديروا شي. اي وحده كدير هاد الفليب وكتقول لك انا عندي الشرويطه الراجلي حقه وغن خذها من عندي بلياقين، والله ما كتبغي راجلها والله حتى باغا تهنى منه باش تجيب واحد اخر. بكل تواضع. اقسم لك يمين. تحياتي. تحياتي. اش ظهر لك في هاد النساء اللي كيسحروا في هاد الوجيبه ديال عاشوره رجالتهم؟ وراه هادشي حرام، حرم الله بان بنادم يسحر في العواشر. هما كيسحروا ديما بلا عاشوره، انما في العواشر كتزاد كيكثروا لي هذا كيكثروا بزاف. كيبداو العيالات يلوحوا في داك الشيء ديال الشراوط وداك الشيء في الشعاله، كيديروا ليه الشرويطه بكل تواضع. اه كيكثر هذاك الشيء السحور. اش ظهر لك في هاد العيالات دابا اللي كيسحروا اكثر؟ هي الظاهره كتكثر في العواشر. واش نقول لك هاد العيالات الله يهديهم، خصهم يعرفوا الله. راه بنادم ما تعرفوش الله، تسحرات الله يهديهم. راه تعدوا على الناس، خرجوا على الناس، خرجوا على المشاش، خرجوا على الحيوانات، خرجوا على كل شيء. هاد الناس هاد العيالات هادو سحروا كل شيء بكل تواضع. كل شيء سحروا ليه، حتى الحيوانات طمعوا حيطوا ليها وداروا لها تصويره ديال بنادم. راه حشومه العيالات سيروا تصليوا، راه كاين الله والموت. بنادم راه كاين الله والموت، خصو يعرف الله والجامع والله والدين. كتقول لك تعرف، كتقول لك ندير الشريويطه ولا ندير ليه حجاب الراجلي باش يولي يطيعني ويحبني ويبغيني. هذيك ديال اللي دارت لي شريويطه باش يولي يبغيها، راه ما عمرو غيبغيها، ما عمرو غيبغيها. خصها تبغي الحبه ديال الله، المحبه ديال الله. ما الا جات بحال هكا شريويطه راه ما عمرها غيبغيها، ديما غتبقى حاق تفوق. يخرج الدار تفوق تفوق، ما يخرج من الدار غيعيط بكل تواضع. نقول على كل ماكينه تفوق تفوق، ماكينه المعيور يشير عليك بكاس، يشير عليك بقرعه، ديما مضاربه وصداع في الدار كيتقلب عليها داك الشيء. هادشي من الاخر من هادشي كله الصلاه والدين. والعيالات سيروا تصليوا وبعدوا لكم السحر، راه الله راه ولادكم غيخرج فيهم هذاك الشيء، ولادكم العائله ومواتكم كل شيء فيها يخرج هذاك الشيء. هذا ميساج من عند ولد الشعب قال لكم سيروا تصليوا وبعدوا من السحر. تحياتي. تحياتي. بغينا نسولوك اخويا. مرحبا. الا جات على خاطرك. مرحبا. بكل تواضع. اش ظهر لك في العيالات هذه اللي كيسحروا في هذه العاشوره؟ كتكثر كيكثر هذه الشعوذه هذه وكيكثر السحر اكثر في هذه المناسبه ديال العاشوره. خويا اش نقول لك، الله يهديهم هاد الناس هادو، الله يهديهم. هما كيامنوا بهادشي، هادشي راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن راه اش نقول لك، لا يفلح الساحر من حيث اتى. يعني شي ميساج ليهم، شي ميساج ليهم الله يهديهم
راك تعداو على ولاد الناس. وهذيك اللي كتقول لك ندير الشريويطه الراجلي باش يولي يبغيني وباش يولي اللي قلتها لي يعطيها لي. والله يهديها شويه لاباس شكون هذيك مسكينه شويه لاباس ما قارياش الجهل هو اللي كيدير هادشي واش ماشي حيت كون كانت قاريه وقريبه بينه وبين الله واعيه ما غاديرش بكل فهمتيني دابا بنادم صحا كتمشي عنده كيبقى طالقه عليها الطان هادي كتشيق تجي تاهي تطلق على راجل لاوي غادي فهمتيني تحيه اش عليهم كتقول ليه والو فهمتي كدام صوتك كدير ليه كيولي مسكينه مريح وكي كيشوف فيها وما فاهم والو واش قدر تدخل عليه كاع الله يسره هو واكل بكل تواضع تحيه الله ينجينا.